السلام عليكم. اليوم لنعود إلى ملعب تيزي وزو، وفيه بعض أمور جديدة سوف نقف عندها. أولا قضية يعني غطاء حول الملعب، بدأت تاع الغطاء باستعمال الجدران او البيتوم او الزفت او وهذاك الجدران بالاسود نشي نلاحظه هنا حول الملعب سوف يغطى بالطارتان ولا لو غازون ارتيفيسيال. كذلك نلاحظ ان العشب الطبيعي راه في احسن ما يرام. والملاحظه الثانيه هي قضيه الكراسي، تقريب الكراسي انتهت 100%، اللهم بعض المساحات اللي خلوها لأسباب معينة كما المساحة هنايا اللي تظهر في الصورة نتاع أظن منطقة الفي بي ولا كاين منطقة مخصصة خلوها لأسباب لا نعرفها. ملاحظة ثالثة هي أن عملية وضع اللوح الألواح الإلكترونية، كاين زوج الألواح الإلكترونية راهي قريب تنتهي. الآن هنا نشاهد اللوح الإلكتروني في هذه الصورة راه قريب ينتهي، وهنا نشاهد بوضوح العملية راهي على قدم وساق، وهذه الصور كلها تعود إلى آخر أسبوع البارحة، عندها نهار ولا يومين في أقصى تقدير. احنا نشاهد عن قرب العملية تاع وضع اللوح هذا، لربما هذا اللوح الثاني المقابل اللي من هيه. اذا هذه الملاحظات، اترككم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.